عايز اكد ان في برضه مقوله ان في طالب تعور انا لفيت على 25 لفه لا ترجع عشان اطمن بنفسي ان مش طالب تصلح ولم اجد طالب مصاب في اي لفه. حتى طالب كان رابط ايده كده بقول له هات ايديك قال لي دايما مصاب. ده راجل كنت مش نافع. اللي دخل الطلب الصبح لفه داخل لفه مفيش طالب تصلح لفه. لا ان انا شفته بعيد يعني ما حدش يعرفه. انا شفت بعيد ده اول انا اكيد عشان دي عرفت. لا لا انا كنت شفت على طبعا من اولها من ساعه ما لا لا ده حكايات قدام اللجنه دي قدام هي اكتر لجنه في الجامعه. كمل اهو الحكايه. نعم في تواصل بين المراقبين ما احنا خدنا الطلبه جايبين باسمها بيضاء يا فندم وانا كنت شايفاهم كده. انا كلمت وكيل التربيه والتعليم ما كانش فيه فرض امن على اللجنه. كل اللي جاي المدارس اللي كانت موجوده قدام مصر ده يختلف على الموضوع. انا قلت ايه؟ مدارس مختلفه. انت بتقولي لي مثلا انا بقول ايه؟ هل تختلف معايا ان انا طلعت المدرسه وشفت جميع الطلبه وما لقيتش ولا طالب حصل ولا اي حاجه؟ لا كابتن هل حصل مين احدى اولياء الامور اللي كانت خايفه على طلبه المدرسه ان هم يتم الغاء الامتحان؟ متغيره ما بين كده خلاص. وخلي شو ممكن تاخد الطاقه لكن انا عايز اكد عليهم دي حاجات تقنيه على الشبكه التحقيق. لكن اللي انا عايز اقوله يعني اهم حاجه عندي يعني جوهر صغير من اي طالب يعني اهم عندي من اي حاجه ثانيه. اللي انا عايز اكده مروري على كل لجان لجنه لجنه عشان اطمن على الطلبه كويس. سيبك بقى من دول امتحانات وصعوبه الامتحانات لكن انا باكد على دي النقطة الوحيدة اللي تهتملي في الكلام. إن أنا أطمن على الطلبة كلهم وإن أنا مر بنفسي على 25 لجنة وأشوف الطلبة كلهم وألاقي مفيش ولا طالب حصل له حاجة. دي النقطة اللي تهتملي. طالما دخل جوه اللجنة عندي بقى في حماية إدارة التربية والتعليم. طبعاً بتنسيق معسكرات داخلية أمين الشرطة ما كانش موجود. ده كان صاحب الفعل ده ما كانش موجود فعلاً ولا قابلت المأمور وكلمته. يعني مش هخش في تفاصيل كتير لكن اللي انا عايز اعلمك انوه عليه مش الجزئيه اللي انا بقولها دي بس. مش هترك الموضوع كله شوف قانونيه هتشتغل وهتحقق وهيطلع قرار. لو في اي حد غلط في الحال احنا بناخد اي اجراءات رادعه. اجراءات رادعه لاي حد يقصد تعرفه. الطلبه عندنا مهمين جدا.